نحن وياكم هلا اكيد بهمنا انه نتابع فقراتنا المتبقيه لانه بدنا نعرف شو رح بيصير بالمطبخ الطلياني يلي وعدنا فيه شيف حسين. رح ننتقل فورا لعنده مع رشد ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة التلفزيون المستقبل. لكن مشاهدينا اليوم في عنا ثلاث وصفات مثل العادة ومثل كل يوم، وصفتين مالح ووصفة حلو. وصفة الحلو حضرناها بأول فقرة، طبعا نحن بنعرف أن وصفة الحلو بتاخد وقت أكثر من المالح. وصفة الحلو أو في عندي إياها وصفة الحلو اللي هي تشيز كيك بالتوفي. تشيز كيك بالتوفي صار جاهز بعد ما شلته من الفرن، خبزته على درجة حرارة 180 بس، ولكن صلصة التوفي بعد ما حضرناها لحتى نحضر هالصلصة أنا وياكم. هاي بالنسبة للتشيز كيك بالتوفي. نجي للبيتزا، بيتزا بالبندورة والروكا. بس خبرتكم ما في عنا شيء بيمنع انه نحط نحن للبيتزا روكا او نحط للبيتزا من السلامي المدخن ونحط من الهوت دوغ. لكن مشاهدينا هاي البيتزا حضرنا العجينة بتاني فقرة انا وياكم، طبعا خلينا نشوف مقادير عجينة البيتزا لحتى نحكي بالتفصيل اكثر عن البيتزا. لكن عجينة البيتزا مشاهدينا حطيت طحين، حطيت حليب باودر، حطيت سكر، حطيت ملح، بيكنج باودر وأيضا خميرة. هون ضفت زيت زيتون لعجينة البيتزا، زيت الزيتون بيعطي نكهة كتير طيبة مع مي. عجنت هالعجينة، أنا قلت لكم وخبرتكم لازم نريحها للعجينة ساعة لحتى يتضاعف حجم العجينة، منشيل العجينة وأيضا منرقها. بس طبعا هون العجينة بعد ما نعجنها في لها طريقة. بجيب وعاء أنا متوسط الحجم، بحط زيت نباتي بكعب هيدا الوعاء، مش كتير طبعا، بحط نقطة من الزيت. وأيضا بجيب العجينة، بحط العجينة فوق الزيتات وبحط زيت برجع كمان على وجه العجينة وبغطيها بورق الخشخاش وبحطها بمحل يكون دافي. لكن أنا في عندي الفرن، الفرن أنا مشغله، شلت العجينة دغري من العجانة، حطيتها بوعاء، غطيتها وأيضا تركتها حوالي نص ساعة لأن ما عندنا كتير وقت للريحة. بس أنتو بالبيت ريحوها ساعة. ما بدنا ننسى حطيت معها للعجينة، نسيت خبركن، حطيت معها كمان سميد ناعم. لكن حطيت طحين وحطيت سميد ناعم. هاي المقادير قدامنا على الشاشة. العجينة بالفرن. لكن مشاهدينا هاي عجينة البيتزا بالفرن شو عم تعمل؟ نحن عم نشمعها بالفرن، شو هول حوالي العجينة؟ مثل ما عم نشوف، هول البولات اللي خبرتكن عنهم اللي حاطط فيهم هوت دوغ. لكن هول بولات من عجينة البيتزا حطيت بقلبها هوت دوغ وتركن لحتى شمع هالعجينة. بعد ما شمع العجينة رح نحط الحشوة بقلبها. لكن هيدي كانت بالنسبة للبيتزا. اما انا وياكم خلينا ننتقل لحتى نبلش بطبق الباستا، الوصفه اللي كثير طيبه والكثير شهيه اللي هي عندي انا اليوم، باستا بالدجاج وصلصه الحبق. عندي الباستا سلقها، سلق بني. طبعا نحن البني بنسلقها مثل ما نسلق حيلا نوع من انواع الباستا. مي على النار مع رشه ملح صغيره لحتى تغلي المي. بنسلق الباستا، بنشيلها من بردها، بعد ما نبردها بنحط لها زيت لحتى ما تعجن. في عنا طريقة تانية، بحط كمان زيت بالماي، يعني بنحط زيت مع ملح لحتى يغلو. بدهم حوالي 10 دقايق، بيكون مكتوب على كل نوعية من علبة الباستا كم بدها دقيقة. لها سبب نحن بنشوف كم بدها دقيقة وأيضا بنسلقها. طيب عندي صدر الدجاج مسحب. لكن مشاهدينا عنا صدر الدجاج مسحب بدون جلدة وبدون عظم. رح بلش انا بالدجاج. طبعا عم نحكي على الباستا. اوكي، بحط زيت زيتون. بلشت بوصفه الباستا. لكن بحط زيت زيتون وبحط الدجاج على النار. بس طبعا قبل ما احط الدجاج على النار بدي استعين، بدي اخذ لكم شو رح اعمل. حطيت زيت زيتون ورح احط توم. بدي التوم حرقصهم شوي بزيت الزيتون لحتى ناخذ النكهة الرائعة. زيت الزيتون مع التوم. عندي الدجاج،
الدجاج بقطعه بهالشكل مثل ما عم بتشوفوا. اوكي، لكن بقطع الدجاج وايضا بضيفه للثوم وزيت الزيتون. بس بالاول مثل ما خبرتكم بدنا ناخذ طعمه الثوم وزيت الزيتون، نكهه الكثير طيبه. طيب كمان بكرر العمليه او بكفي بسفين الدجاج المسحبه، بضيف سفين الدجاج المسحبه لزيت الزيتون وللثوم. عندي الباستا مسلوقه، عندي صلصه الحبق. هون خلينا انا وياكم نحكي على صلصه الحبق. ليكم هلا حبقات قدامي، انا شلت الحبق الاخضر اللي موجود قدامي من هالشكل الحلوه، دغري قطفتهم وحطيتهم بالخلاط الكهربائي. هول الحبقات حطيتهم بالخلاط الكهربائي مع حص صغير من الثوم، وايضا حطيت من جبنه البارميزون كمان رشه، ودورت الخلاط على سرعه متوسطه مع سنوبر لحتى انطحنوا وصاروا ناعمين. استعنت طبعا بزيت الزيتون اللي هو زيت الزيتون مش بس سيد الموقف للمطبخ اللبناني، وايضا زيت الزيتون هو سيد الموقف كمان للمطبخ الايطالي وللباستيات. لكن مشاهدينا حطيت زيت الزيتون انا لا الصلصة. شو حلو هالصوت بس نحط الدجاج او بس نحط البصل، طبعا بيعطي هالصوت الحلو. لكن ضفت زيت الزيتون تدريجيا الى الصلصة اللي هي موجودة بالخلاط، لكن صرت حط زيت الزيتون تدريجيا شيئا فشيء لحتى نحصل على صلصة متماسكة. هون بدنا ننتبه لشغلة، بنحط ملاحظة، بنضيف للصلصة تلج. ليش بنحط التلج؟ لحتى يضل الحبق لونه اخضر. اذا ما حطيت تلج رح يحمى الحبق عندي بالخلاط الكهربائي بيطلع لون الصلصه اسود. لهالسبب نحن بنحط تلج لحتى التلج يحافظ على لون الحبق. لكن ضفنا الدجاج، خلينا بهالوقت لحتى يستوي الدجاج نشوف شو صار في عنا بالبيتزا بالفرن. طبعا البيتزا رح نشيلها من الفرن ونحضر لها حشوتها ونحضر الصلصة تبعها. اوكي، لكن رح شيل البيتزا، برجع بخبركن عن صلصة البيتزا كيف حضرناها. اوكي، هاي العجينة، عندي صلصة البيتزا، بنحرك الدجاجات على النار مع الثوم بهالوقت. صلصة البيتزا لكل المشاهدين صلصة ولا أهون من هيك. اوكي، جبت بصلة مفرومة ناعمة، حطيت طنجرة أو قلاية صغيرة على النار، جبت بصلة مفرومة ناعمة، فرمت البصلة ضفتها على الطنجرة. طبعا أنا بالطنجرة حاطط من زيت الزيتون اللي بيكون حامي، بنحمي زيت زيتون ونضيف البصلة الصغيرة المفرومة ناعمة، منجيب ثوم كمان بنفرم الثوم مفروم ناعم لحتى تدبل البصلة مع الثومة، ناخذ النكهة الكتير طيبة. بجيب البندورة، البندورة بعملها بلونشير، بلونشير يعني بقشرها، وأيضا برجع طبعا بصلبها من راسها، بحطها بالماي اللي عم تغلي حوالي دقيقة أو أقل من دقيقة، بشيلها بقشرها، يعني هي بلونشير، عملية تقشير البندورة بعد ما نكون حاطينها بالماي اللي عم تغلي، وبرجع بقطعها مربعات صغيرة أو بفرمها حسب ما أنتم بترغبوا. هون بقول لك كل المشاهدين نحن بنحتاج لهالوصفة صلصة البندورة، بنحتاج من البندورة الحمراء، ما بتزبط معنا إذا كانت البندورة بعد زرقاء. لهالسبب بنجيب بندورة تكون كتير حمراء وأيضا منضيفة. إذا ما عطيت لون البندورة اللون الحمار، هون أنا بدي روح استعين برب البندورة، بضيف للوصفة رب البندورة مع الفلفل الأبيض، رشة ملح وأيضا رشة أوريغانو. وبقول لك للمشاهدين فيكن تحطوا معها كمان من الحبق الأخضر، فيكن تحطوا معها كمان من الزعتر حسب ما أنتم بترغبوا. طيب هاي الصلصة جاهزة عنا، رح حط الصلصة بهالشكل بكعب العجينة مثل ما عم نشوف، عم نضيف الصلصة. اوكي،
لكن هيدي الصلصة ما بتصدقوا قد ايه صلصة، الصلصة ريحتها كتير طيبة. لكن حطيت الصلصة، رح اجي استعين بقليل من لكن مشاهدينا ضفنا الصلصة، رح حط رشة صغيرة من جبنة الموتزاريلا. اوكي طيب، حطيت رشة صغيرة ما بدي كتر. برجع بجي باخد سلامي، في عندي سلامي مدخن، بضيف السلامي للوصفة. اوكي بس طبعا الركة ما بنحطها هلا، الركة بنحطها بعد ما تطلع وصفتنا من الفرن. بنحرك الدجاج على النار وبيجي ضيف السلامي. اوكي السلامي كمان بحطها بهالشكل هيدا. اوكي فيني اعملها كمان بهالشكل للسلامي وحطها حسب ما انتو بترغبوا، لكن فيني اعملها بشكل وردي. اوكي فيني اعملها مشاهدينا بشكل وردي للسلامي، وفيني اتركها مثل ما هي حسب ما انتو بترغبوا. طيب حط السلامي بهالشكل هيدا، وبدي استعين بعد بالفطر، رح ضيف فطر ورح ضيف بندورة كرزية ورح ضيف زيتون اسود. لكن حطيت سلامي، بجي للبندورة الكرزية، كمان نضيف بندورة كرزية لوصفتنا. مثل ما عم نشوف العجينة لحوالها، العجينة البول هيدي محشية هوت دوغ، حوالها العجينة البيتزا حشيها وكمان طيب كتير معه. طيب بحط البندورة الكرزية كمان بهالشكل، رح جيب الفطر كمان ضيف فطر طازة للوصفة. اوكي كمان حاول هيدا الفطر الطازة منضيفه، وايضا في عنا بعد من الزيتون الاسود، بضيف رشة زيتون اسود كمان بهالشكل، وبضل في عندي بدي احط انا على الوجه كمان جبنة الموتزاريلا المبروشة. طيب كمان بحط جبنة موتزاريلا مثل ما عم نشوف بهالشكل، وهلا صار وقت لحتى نفوت هالبيتزا على الفرن وتستوي معنا لاخر فقرة. اوكي لكن هاي البيتزا صارت جاهزة لنفوتها على الفرن. طيب فوتها على الفرن وبتركها لحتى تستوي. بهالوقت شو رح اعمل؟ برجع للدجاج. الدجاج وزيت الزيتون والثوم صار جاهز عندنا. طبعا الدجاج ناطر صلصة الحبق، الدجاج ناطر البني، الدجاج ناطر، او اذا بدنا فينا نحط له للدجاج من الكريم فريش. لكن في ناس ما بيحبوا الكريم فريش، وانا محضرها اليوم بدون كريم فريش، حضرها بس بني مع صلصة الحبق. او لكم فيني احط كمان معها، انا في عندي فطر فبقدر ضيف لها فطر، مش غلط اذا حطيت لها كمان فطر. رح احط لها، ليك شو رح احط لها، رح احط لها فطر ورح احط لها كمان حبق اخضر. طيب بضل في عنا صلصة التوفي للتشيز كيك، طبعا مش رح احضرها هلا، رح خليها لبعد البريك، بنحضر هالصلصة انا وياكم. هلا خلينا عم نضيف الفطرات، بنحرك الدجاج مع الفطر، نستعين بقليل من الفلفل الاسود، ورح احط كمان بعد شو رح احط؟ رح احط حبق اخضر. اوكي رح اترك الحبقه اخذ ورق حبق كمان عم نقطفهم طازه دغري، وايضا ضيف الحبق الاخضر للدجاج. لكن مشاهدينا ضفنا الحبق الاخضر،
بضل في عندي صلصة البيستو وبضل في عنا البني راح نضيفهم، بس مش هلأ لأنه بدنا نروح نحن وياكم مع بريك جدا قصير وبنرجع سوا.